وحول تجدد التظاهرات في ساحة التحرير وعدد من المحافظات في ظل هبة شعبية جارفة للثوار وحراكهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من وسط الأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة هدى جاسم. دكتورة هدى، مرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور ميت، مرحبا، السلام عليكم ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم الإسلامي أجمعين. طبعا التظاهرات تجدد في بغداد، تظاهرات ثورة تشرين المطالبة بإسقاط العملية السياسية والمطالبة بعدم تدوير نفس الوجوه التي تحكم العراق الآن وفق نظام المحاصصة. تجددت هذه التظاهرات رغم مخاطر أزمة كورونا، هذا الوباء الخطير، تجددت رغم الظروف الصعبة الاقتصادية التي يمر بها العراق. يعني ما الأسباب التي تجعل هذه التظاهرات تتجدد باستمرار؟ أستاذي العزيز، ساعة الصفر يطلقها ثوار محافظة واسط ويتبناها ثوار عموم العراق ويتبناها أيضا ثوار التحرير بغداد اللي راح تنطلق يوم 10 آيار. هذا ما يعني أطلقنا عليه يوم الثورة العظمى. أكيد إلها أسبابها أستاذي، أكيد إلها أسبابها يعني ثورتنا، لأنه تدوير نفس الوجوه. نعم. يعني الثورة من قامت يوم 25 يعني 10 لحد الآن ما سوت الشيء الجديد. فوحدة من محافظة واسط أصدرت بيان ووافقت عليه كل محافظات العراق اللي خاصة بالجنوب ومن ضمنها التحرير بغداد. فطالب بيان اللي يعني نظموه ثوار محافظة واسط، أول شيء طالب حكومة وطنية مستقلة وقانون انتخابات منصف وعادل ومفوضية انتخابات مستقلة وانتخابات مبكرة. وريد يعني يمينا أيضا طالبنا بمحافظنا نزيه كفوء ومستقل، وكذلك النواب المحافظ ريدهم نزهاء وكفوئين ومستقلين، بس احنا ما شفنا هذا موجود بهم. أول شيء هم كلهم يعني احزاب منتمين الاحزاب. هناك ايضا دكتوره يعني دكتوره هدى، هناك تهديدات امنيه، يعني ميليشيات خطفت الصحفي توفيق التميمي شرقية بغداد واقتادوه الى جهه مجهوله. هناك يعني تهديد للصوت الحر المطالب بالتغيير، المطالب بالحريه، المطالب بتغيير الواقع العراقي. يعني رغم هذه التهديدات الامنيه الا ان ثوره تشرين مستمره وجذوتها مشتعلة. يعني ثوار تشرين رغم هذه التهديدات الأمنية، هل هم مستمرون على مواصلة أهداف هذه الثورة؟ أستاذ العزيز، أكيد مستمرين ومستمرين، ونطالب تشكيل حكومة عليها أن تقوم بمحاسبة قتلة ثوار ثورة تشرين وحصر السلاح بيد الدولة وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة وتقليص رواتب الرئاسات الثلاثة وامتيازاتهم، كذلك النواب، والأزمة الاقتصادية اللي يمر بها هذا البلد يجب أن يحاسبوا على كافة الأعمال التي قاموا بها. نحن كثوار سواء كنا في التحرير وسواء كنا في المحافظات وبالأخص محافظة واسط، نحذر الحكومة الفاسدة من أن تحاول استغلال وباء كورونا سياسيا والإعلان عن حظر صحي في يوم 10 من آيار، لأنه احنا قررنا بيوم 10 من آيار هو القيام بثورة عارمة ضد الحكومة الفاسدة وضد البرلمانيين وإزاحتهم من دولة العراق العظيم. موعدنا لن نخلفه، ولنا بصمة، وستكون بصمتنا هي إبعاد البرلمانيين عن حكم العراق. الآن الثوار كيف ينظرون إلى إجراءات حظر التجول مع يعني انعدام فرص العمل لدى الكثيرين، وخصوصا أن هذه التظاهرات يعني من ضمن أسبابها هي البطالة وانعدام فرص العمل؟ سيتم تقليل الرواتب ربما إلى النصف، ليس هناك طبعا أي مصادر للعيش، حتى الكسبة الذين لديهم بسطيات في الشوارع يسترزقون منها تتم يعني يتم منعهم من الخروج يعني بسبب إجراءات كورونا وحظر التجول. هذه الإجراءات كيف ينظر إليها ثوار تشرين؟ نعم
أستاذي العزيز، إحنا ننظر بعين العطف والاحترام والرهبة والهيبة الناس البسطاء. أنا من الناس اللي يعني أنظر لهم يعني نظرة رحمة. عندنا هواي أكو ناس يعني حالياً يعني توقفوا عن عملهم، أكيد إلى أسباب يعني توقف عن عمل، اللي هو الوباء والريد يعني ما ينتشر، بس هم يعني الجماعة يعني لما سووا هذا ما سووا حبا بالمواطن، لو سووا حبا بالمواطن ما كان خلوا اللي ما عندهم أموال واللي ما عندهم عمل واللي يعني ميسورة حالتهم وأهل البصريات انه يعني يتوقفون عن عملهم، يعني من اللي راح يعني يسد رمقهم بلقمه عيش؟ واحده من الاشياء اللي سواها الثوار انه ياخذوا يجمعون مبالغ من الاموال من المواطنين الميسورين الحاله ويشترون بها مواد غذائيه ومواد يعني خضار وغيرها وملابس واشياء، يعني لان احنا تعرف بشهر رمضان والانسان يعني والفرد العراقي متعود ياكل ويعني يريد يعني لقمه تسد يعني رمقه المعيشي واليومي. فسووا الثوار يعني ينطون وجبات او سلات غذائيه توزع، وهذه السلات احنا توعدنا، انا من الناس ايضا اناشد الناس الخيرين وناخذ من عندهم اموال ونشتري بها للناس الضعفاء والميسوره حالتهم واللي توقف عملهم. هذه السلات احنا توعدنا الزوار نبقى نستمر باعطائها للناس المحتاجين والناس المعوجين والناس الفقراء حتى ما بعد الوباء، لان الغيره العراقيه ما من مثلها غيره. ونبقى مستمرين بثورتنا وما راح يعني نعطي مجال لأي فاسد هل سيكون وأي هناك برلمانية دكتورة هدى هل حكومة ستكون العراق. هناك في الأيام القادمة يعني حراك نعم أكثر زخما أكيد أكيد وربما تتطور هذه الثورة إلى يعني إلى أشياء أخرى أوسع أكثر تكون أكثر تأثيرا على الحكومة؟ يعني تتحدث الحكومة الآن والحديث دائما ما يكون عن تشكيل حكومة الكاظمي وأنه قاربت على الانتهاء. الآن تتوقعين أو أنتم من ضمن هذه الثورة سيزداد زخمها؟ أكيد راح يزداد وكل الشعب راح يطلع. إذا كان بالبداية ما أيدونه فشافوا الوضع اللي يعني هذا وباء كورونا ترى إجا المصلحتنا وبالاخص احنا العراقيين حتى نعرف حتى يعرف رب العالمين حتى يعرف الناس بانه احنا حكومتنا ظالمه وحكومتنا فاسده وحكومتنا اكلت اموال الشعب ونهبته لصالحهم ولصالح الدول العميله. فواحده من الاشياء اللي يعني عرفها الشعب انه مو من مصلحته يظلون البرلمانيه بالحكم، لانه يعني لو يعني احنا شفنا وضع كل الحكومات وكل الدول ساعدت الشعب، سوت سلات غذائيه، رواتبه، يعني من سوت حظر، من سوت حظر انه لحد لا يطلع من المواطنين، اكيد هيئت له الاسباب، مو سوت حظر وخلت الناس جياع وميتين جوع وقاعدين كل من ببيته، ابو العمل ابو العماله ما يطلع للمعمل، نعم. ابو البطيه ما يطلع، ابو المخضر ما يطلع، ابو المخبز ما يطلع، زين يا اخي زين الناس شلون تاكل؟ الناس شلون تعيش اذا ما العامل ينتج واذا ما الفلاح ينتج واذا ما ابو العامل النظافه ينزل للمدينه وينظف وغيره وغيره وغيره، شو اللي سوت ان الدوله؟ ما سوت لنا شيء، فقط وضعت نعم. شكرا لك دكتور، هي لتقييد الثوار لا اكثر استاذي العزيز. شكرا جزيلا دكتوره هدى جاسم، كنت معنا عبر الهاتف من وسط الاكاديميه والناشطه في تظاهرات ثوره تشرين.